من المطالب اللي يطلبوها كل يوم المواطنين على الموزع الصوتي 72 328 500 او 22 328. استمع عفوا نتكلموا وباختصار قولوا المشكله نتاعكم. ساره شبوح توتسويت خلينا نشوف ونطرحوا معاك المشكله نتاع اليوم. دونك من الموضوع المطروح اليوم في كلم رئيس البلديه مواطنين من نهج الذهب اللي هي في المنطقه الصناعيه في سيدي داود وتابعه بلديه المرسى. النهج هذا يربط بين لوتوروت المرسى واول طريق المنجي سليم في البحر الازرق. والمشكل المطروح فيه برشا حفر وفيه برشا حركه، دونك الكراهب والناس يلقاو مشكل كبير في التنقل. ومع المطر زاده تولي مياه راكده وفما مشكل رويح زاده نتاع الناس بعد الترافو اللي عنده عام باش صلحوا رجاله كبيره. دونك باش ناخذوا زاده معنا وليد يعطينا اكثر تفاصيل. طيب وليد جبيلي معنا في المباشر، هو على عين المكان يوصف لنا الوضعيه وكيفاش التشكيات ولا شنو التشكيات نتاع المواطنين في الطريق هذاك اللي يظهر لي عنده برشا حكالي وليد عنده اكثر من عام. مرحبا وليد اسيدي. مرحبا امين مره اخرى. انا وش نقول تشكيات المواطنين، نقول تشكياتي انا خاطر انا تو مع كامل احترامي للساده المستمعين انا واقف في جنب بروكاره محلوله الماء خارج على برا والروائح كلها معناها يشموا فيها الناس المتعديه. ديجا الصور عندنا موجوده تو شوفوها شويه اخرى، معناها لا اراك الله مكروه في طريق رئيسي وتوت المرسى تونس. الكياس سامحوني في الكلمه بالغرام معناها اكحل. الناس ماشيه جايه، الناس تخدم داخله بخلاف هذايا اول ما تفوت الكياس الرئيسي داخل في نهج الذهب متجه لطريق المنجي سليم انت. الحفر انواع واشكال، مختلف الاحجام، مختلف الاعماق. صب المطر ديجا قدامنا بركه نتاع سباحه لنا، ناس تخدم تدخل بكرهبه، ناس تخرج ناس تغيرتها تقرأ، ناس تمشي تخدم الصباح على الطريق الرئيسي، حتى الكراب كي مش يخرجوا باش يخرجوا الطريق الرئيسي نتاع المرسى ما ينجموش ياخذوا الفوا اللي يدوروا على اليمين، لا لازم يرجع على اليسار يدخل في الصون سانت سيردي فلوتورود اللي يعتبر معناها مخالفه خطيره جدا ويعمل ديميتور ويرجع. طيب الاشكال هذا وليد سامحني وليد بعد اذنك، مش عنده برشا ترافو نتفكر وقت حكينا فيه في يكون العام اللي تعدى. الترافو اللي كان فيه امين الترافو نتاع السونيد عندهم فانا برانسيبال اللي توزع على اقليم المرسى سيدي بوسعيد حلق الواد الكرم، كانت فانا نتاع السونيد خدموا السونيد كملوا السونيد خدمتهم بعد عام. الوضعية نتاع معناها ما كملوش عملوا الكياس ما زفتوش ابني ولا عملوا الكياس الجدران وغيره كيما هكاك وتحلت الفانا اللي في جنبها قاعده تضيع قدامي الفانا نتاع نزل هي حتى هي فانا برانسيبال زاده. اي سيدي على كل وليد شكرا لك قاعد معنا. احنا الموضوع هذايا طرحناه على بلديه المرسى وكنت اتصلت بهم وليد وكلفونا سعياض ما نعرفش اللقب بالضبط سامحني ينجمي يفيدنا سعياد شكون بالضبط، ما هو مستشار بلدي في بلديه المرسى وعضو مكتب بلدي في المرسى معنا في المباشر. مرحبا بك سعياد. مرحبا. الو سعياد سامحني لك اي نعم معك عياض الزهير مساعد رئيس بلدي. مرحبا بك سيدي سعياد، كنت اسمع في زميلنا اللي موجوده وعلى عين المكان الغديكه والصور اللي موجوده شنو حكيت ولا الطريق هذا طريق رئيسي؟ هو طريق رئيسي والوضعيه اللي كاد يحكي عليها السيد الصحفي هذيك هي الوضعيه اللي احنا بيدنا عايشينها. كما تعرفوا احنا تاع بلديه منتخبه جديده ودخلنا على عده مشاكل منهم المشكله هذه وصارت عليها تقريبا زوز جلسات الموضوع نتاع نهج الذهب. الموضوع ماهوش بيد البلديه معناتها في الوقت الحالي ماهوش بيت البلديه على خاطر كما تفضل سيد الصحافي يعني لوناس السونيد عندها اشغال كبيره سي سون دو كونديت داكس برانسيبال نتاع توزيع المياه ونتاع شبكه صرف المياه المستعمله اللي هما موجودين غادي في سوغ ان بوان فيب تقريبا المهندس وتقريبا الوضعيه هذيك هي. احنا اللي مطلوب اليوم كبلديه سيكو لوناس وسونيد يعجلوا في نهايه الاشغال اللي هي ما تمتش. الاسباب ما نجمش انا نعطيها على خاطر ما سامحني شكون اللي نجم يعطينا الاسباب اللي ما كملتش سيد نائب رئيس البلديه؟ بالطبيعه لوناس ما انتوما سيدي سامحني بعد اذنك، انتوما اللي في علاقه معاها مباشره مش المواطن او احنا. كي تسالوهم شنو يجاوبوكم؟ لا اسمعني بس تفهمني خاطر نعرف انا تقريب الموضوع.
وقلت لك كي حاجة تكون معناتها فيها تنسيق، يعني احنا كبلدية القنوات الرئيسية معناتها تتعدى في المنطقة نتاع البلدية، لكن ما هيش تحت تصرف البلدية. واضحين هذا في الكلام هذا؟ واضح. انتوما كي تسألون ما تصلتوش بيهم انتوما كسلطة محلية؟ لا، قلت لك صاروا زوج جلسات، احنا عندنا كان 13 مليدينا باش نباشوا في مسؤولياتنا، هاي وصارت عليها زوج جلسات مش شوية. احنا كبلدية اللي نعرف شنو جوابهم سيد نايب؟ هني قلت لك فما تنسيق ما بيناتهم، اللي ديتاي ما نجمش نعرف ديتاي باش نقول لك علاش لليوم. معناتها احنا طالبين باش يكملوا الاشغال نتاعهم، طالبين باش يكملوا الاشغال نتاعهم. دونك ما عندناش احنا لا سلطه لا سيطره على الناس والسند، هذه حاجه كل مواطن يفهمها. واضح، معناها احنا نتوجه بهذا للسناد وللناس. اللي نجم نقولوه، اللي نجم نقولوه كبلديه، اللي احنا عندنا اعتمادات مرصوده للنهج الذهب ومبرمج الكياس نتاعو، وعندنا احنا بينا معناتها تسبب لنا في معناتها تاخر في الاشغال، على خاطر كان لوناس وسناد كملوا الاشغال نتاعهم رانا احنا لا اعتمادات مرصوده وموجوده، رانا احنا قمنا باللازم ورانا كياسناه. الناس الكل تعرفوا نهج الذهب اللي ساكنين في مصر الكل يعرفوه، سيتاناكس برانسيبال كما تفضلت وقدمتوه، يربط ما بين الطريق السريع نتاع المرسى ومنطقه صناعيه ومنطقه فيها معناتها عده سكان. دونك في كل حالات احنا قلنا باللازم، عملنا جلسات على الموضوع هذايا. فما موضوع الموضوع هو موضوع تنسيق ما بين الناس والسناد، اللي انا ما عندناش عليهم نفوذ. طيب نفهموا هذايا فقط باش نحبوا نقدموا احنا، لانه الملف هذايا باش نتابعوه. دونك نمشيو الى لوناس والسناد اللي هما لازمهم يكملوا الاشغال نتاعهم، اللي هما قداش تقريبا كما قلت تاخير عندهم، قداش تاخير في الاشغال؟ تاخير كبير، تاخير كبير. قد عام؟ ستة شهور، عامين؟ تقريبا قريب عام. اي مش معقول سادة انه مش نوصلوا كياس برينسيبال هكاك نقعدوا تاخير عام. لازمنا كل الاطراف نتحركوا على كل الملف هذا تتابعوه. اذا مازال عندك ما تفيد في الموضوع سيدي مرحبا بك. تفضل. على كل حال هذا هو، تحبوا تصلوا بلوناس السناد، يعني ظل انتم كصحفيين اتصلوا معناتها بلوناس السناد ما فيها باس. واضح يا سيدي، احنا باش نتابعوا الموضوع وبعدها نرجعوا لك سي عياض، ناخذوا من عندك التعهد وقتاش بعد ما يتكملوا هما الترافو نتاعهم، في قداش وقت تنجموا تكملوا الخدمه نتاعكم انتم؟ سو احنا منتخبين واحنا عندنا برنامج معناتها دخلنا به على اساس باش نخدموا مصالح الناس، الاعتمادات مرصودة، النهج الذهب مبرمج، احنا ما عندنا حتى حاجة تعطلنا على اساس باش نخدم في هذايا. الحاجة اللي تعطل فينا هي خارجة على نداخلنا، وهذا هو بكل وضوح. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سي عياض. هيا تسمحني باش ما نغلطش في اللقب سي عياض. الزهير. واضح سي عياض الزهير نائب رئيس بلدية المرسى، بارك الله فيك على تدخلك معنا. نرجع لوليد جبيلي، مازال موجود معنا؟ إذا موجود معنا وليد. ألو. أمين. وي أمين، نسمع فيك. وي اللي خلوا سي عياض ما نجموش ننكروه أمين، وشكوا فيه خاصة أنه عندنا معلومات تقول كانوا الاعتمادات مرصودة وعلى أساس كان نهج الذهب باش تخدم عن طريق البلدية الصيف اللي فاتت. طيب هذه نقطة أساسية، لكن المعلومات تقول زادة تقول أنه لوناس تستنى في الفلوس باش تخدم الاشغال نتاعها وتحضرها. من شكون الفلوس تستنى فيه؟ المعلومات الاوليه ويتاكدوا منها الاسبوع القادم ان شاء الله، حسب المعلومات الاوليه مش تكون في موافقه شهر ديسمبر القادم. على كل ديسمبر، ومع انه فما جاي مطر وشتاء وتعطيله وغيره، وهات الكلام هذاك الكل تو هذايا الاكثر توضيح. نتابعوه معك وليد جبيلي من الملفات اللي باش نتابعوهم ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا لك وليد، بارك الله فيك على تدخلك معنا. الصور تلقاوها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. نواصل.